أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. ونبدأ من صحيفة المدى، تنقل لنا الأخبار بين الحين والآخر عددا من البشارات، أبرزها وأهمها أن على هذا الشعب أن يصبر، فالخير قادم وستتحول بغداد إلى طوكيو جديدة. وفي الوقت نفسه يسخر ساستنا من الإمبريالية ويضحكون على صاحب الشعر المنكوش جونسون لأنه قدم استقالته رغم إعلانه لاستقالته، إلا أن الصحافة لم تكن مرتاحة للقرار وطالبت بطرده، وخرجت الصحف بعنوان واحد: لا للجونسونية. فليس المهم استقالة جونسون، وإنما القضاء على الجونسونية وعلى الظروف التي مكنت جونسون من الجلوس على كرسي رئاسة الوزراء. يقول الكاتب علي حسين: تخيلوا رئيس وزراء يقدم استقالته ويعتذر ويرفض أن يمسك الكرسي بيديه وقدميه، هل يمكن أن يحدث هذا في بلاد الرافدين التي تعيش وفق مبدأ ما ننطيها؟ خاض زعماؤنا الملهمون حروبهم الطائفية من كل نوع ولون وفي كل اتجاه، احتلوا المؤسسات الحكومية، أبادوا مدنية الدولة، طاردوا الكفاءات، وضعونا على سلم البؤس، أدخلونا موسوعة جينيس في عدد الشهداء والمهجرين، وبعد كل موجة خراب نجدهم يجلسون ويتضاحكون ويقررون التقاط صور فوتوغرافية لكي يطمئن الشعب ألا سبيل أمامه سوى الإذعان لصوت ساسته. وفي كل مرة كانت الناس تبتسم بسعادة وتذهب إلى صناديق الاقتراع لتنتخب جماعتها. في بريطانيا هبت العاصفة، إذ كيف يمكن الوثوق برئيس وزراء لا يحترم قوانين الحجر الصحي؟ وكيف تجرأ وأقام حفلة لعشرة أشخاص بينما المواطنون ينفذون قرار الحجر الذي أعلنته الحكومة؟ لم يخرج جونسون على الناس ويقول لهم إن استقالته تعد انقلابا على الديمقراطية، ولم يهدد الناس بتظاهرات ترفع شعار من انطيها، ولم يتهم المنددين به بأنهم من أذناب روسيا، ولم تخرج نائبة تطالب باستمراره بالحكم لأنه أبو الخبزة. فقد اكتفى الرجل بأن وضع استقالته تحت تصرف الحزب. ولأن هذه البلاد لا تزال تنتظر الفرج من دول الجوار، تعلمنا تجارب الشعوب أن المواطن هو الملك المتوج في الديمقراطيات الحقيقية. وها هي بريطانيا بجميع أحزابها ما تزال تطالب بطرد جونسون لأنه أساء لشعبه. أتمنى عليكم أن تتذكروا الشباب الذين قتلوا في تظاهرات تشرين لأنهم تظاهروا. من موقع كتابات نقرأ مقالا للكاتب إبراهيم المحجوب حول مأساة مدينة الموصل، يقول فيه: يا دولة الرئيس، إذا كانت طلباتنا هي استجداء وليس حقوقا، فليس من شيمة المواطن الموصلي عادة التسول، لأننا ولدنا أحرارا وتعودنا على أن نصنع الحرية في كل زمان. وإذا كان من حولك من السادة المسؤولين يبتسمون في وجهك عندما يطالبونك بحقوق هذه المحافظة المنكوبة من باب المجاملات، وغايتهم أن يكونوا بقربك لكي تصورهم الكاميرات ويخلدهم الفيسبوك، فاعلم يا دولة الرئيس أنها محافظة نينوى، وما أدراك ما محافظة نينوى، وفيها خيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكنها اليوم تعاني ما تعاني في ظل هذه الظروف التي نعيشها تحت أزماتكم السياسية والنزاعات على كرسي السلطة، وفق الكاتب. يا دولة الرئيس، في كل زيارة تأتي وتحمل معك طلبات نينوى ومن دون أي تنفيذ، فهل يعقل أن نوجه مطالبنا هذه المرة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من أجل حلحلة مشكل مطار بمحافظة تعدادها 4 ملايين نسمة، في حين أن هناك محافظات عراقية لا تتجاوز 1 مليون نسمة وفيها أرقى المطارات؟ يا دولة الرئيس، إن لسان حال أي مواطن من هذه المحافظة يناشدك ببناء المطار ويقول لك: المطار ثم المطار ثم المطار.
ولا نقبل أي عذر من الحكومة لأنها مجرد أكاذيب، وكلنا يعرف أن الموضوع فيه تدخل لقوة المتنفذين بعدم بناء مطار في هذه المحافظة. في كل زيارة لكم والمسؤولون المحليون هنا يجاملونكم بمشاريع لا وجود لها على خريطة الموصل، فأين الجسور يا دولة الرئيس؟ وأين المستشفيات؟ وأين المشاريع الخدمية الأخرى؟ فالمحافظة الوحيدة في العراق لا يوجد فيها فنادق رئيسة أو أي مرفأ سياحي. إن نينوى هذه المحافظة بمدنها الموصل وتل عفر والبعاج والقيارة والحضر والحمدانية وسنجار والشيخان قدمت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، لها حق عليكم أن تعيد لها كرامتها وحقوقها الوطنية المسلوبة. فإذا كان زيارتك من أجل مجاملات فإننا قد وصلنا إلى مرحلة رفع الحياء بيننا، ولا وجود للمجاملات اليوم. وهل يعقل أن دولة لديها أكثر من 20 وزارة ولا تستطيع بناء جسر واحد أو مستشفى يحتاج مجرد أمر للتنفيذ ومبلغ بسيط جداً؟ فالأرض متهيئة وجاهزة، والأطباء والكوادر التمريضية موجودة، وإن بناء مستشفى للفقراء خير بألف مرة من شارع ماراثون المرفهين. حول فكرة تشكيل الناتو العربي أو الشرق أوسطي، كتب حاتم الفلاحي مقالا في موقع مركز راسام للدراسات أن طرح هذه الفكرة بأسلوب جديد تتبناه إحدى دول المنطقة ضمن مفهوم حماية دول المنطقة قد يكون مقبولاً أكثر من طرحه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني، التي لا أحد يعرف هل ستكون جزءاً من هذا التحالف المزمع تشكيله أم لا، علماً بأن العاهل الأردني هو أول من حذر من الهلال الشيعي واستشعر الخطر المحدق بالمنطقة. لذا فالهدف الرئيسي من تشكيل هذا التحالف هو لمواجهة التمدد الإيراني الذي أصبح يشكل هاجساً يزعزع أمن واستقرار دول المنطقة، وخصوصاً بعد أن أصبحت إيران تحتل 4 دول عربية هي العراق وسوريا ولبنان واليمن. لذا فالهدف من تشكيل هذا التحالف هو أمني وعسكري دفاعي وردعي، الغاية منه خلق توازن يسهم في تشكيل وبناء نظام إقليمي جديد. لقد أصبح من المعروف لدى الجميع بأن مهددات القومي الأمن العربي تأتي من العربة الأمريكية في المنطقة واتفاقاتها السرية مع إيران أولاً، ثم من التعجرف والسياسية التوسعية التي تنتهجها كل من إيران والكيان الصهيوني على حساب دول المنطقة التي أصبحت بين خيارات صعبة دفعت الكثير منها إلى اتباع سياسة المحاور والتخندق لتأمين مصالحها، ومنها التطبيع مع الكيان الصهيوني نتيجة العربة الإيرانية في المنطقة، كما دفعت بعض الدول الأخرى لتكون ضمن المحور الإيراني، وخاصة بعد الخلافات الداخلية بين النظم السياسية الحاكمة في دول الخليج العربي والمنطقة. يضاف إلى ذلك تبني إيران لجماعات مسلحة محلية في كثير من بلدان المنطقة أدى إلى تقويض الأمن والاستقرار في دولها وفي الدول المجاورة لها، مما جعل هذه الدول تستشعر المخاوف الأمنية المستقبلية والتي تعتبر من مهددات الأمن القومي العربي. كما أن من الحقائق التي يجب أن نقر بها هو أن الإرهاب الذي ضرب المنطقة كان بسبب احتلال العراق عام 2003، الأمر الذي أخل بموازين القوى في المنطقة بعد أن وظفت المخابرات الأجنبية لخدمة مصالحها وتنفيذ مخططاتها لتدمير دول المنطقة وتحويلها إلى دول فاشلة لغرض إضعافها والسيطرة عليها. لذا لا يمكن تشكيل حلف عسكري يضم إحدى القوى المزعزعة لاستقرار المنطقة. الحرب الروسية ضد أوكرانيا تقابل بإدانة دولية واسعة النطاق، العالم ينقسم بين أكثرية معترضة على تلك الحرب وأقلية صامتة وأقلية أخرى من دول مؤيدة يصح وصفها خارجة عن القانون الدولي.
لكن التصرف العدواني الروسي ليس وحده ما يثير كل تلك الضجة والنقمة العالمية، هناك غضب ينصب أيضا على تصرف آخر راح يتمظهر في ضوء الأزمة الأوكرانية. يتعلق الأمر بما كشفته أزمة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا من معايير مزدوجة تطبع أداء العربيين وتعاملهم حيال مسألة المهاجرين من دول أفريقية أو آسيوية. تساهم سياسة الكيل بمكيالين هذه في نكء جراح أخرى في هذا العالم، ذلك أن الأزمة الأوكرانية تفضح ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية التي لم تتردد في فرض عقوبات حازمة على روسيا بسبب انتهاكاتها القانون الدولي، فيما تغض النظر عن انتهاكات إسرائيل واحتلالها في فلسطين والجولان. هذه المفارقات مألوفة في السياسة الدولية، لم تبدأ ازدواجية المعايير في التعامل مع المسألة الفلسطينية، ولن تنتهي على الأرجح مع أزمة أوكرانيا وتداعياتها. إذا كان للتاريخ ألف جولة وجولة مع العدالة الدولية ومع حل النزاعات استناداً إلى المعايير والقوانين الدولية، فهل يحفل في المقابل بتصرفات وممارسات تتسم بالمعايير المزدوجة؟ يتعلق استهجان سياسة الكيل بمكيالين أيضاً بما حصل في العام 2011 حين أجازت الأمم المتحدة استخدام القوة في كل من ليبيا وساحل العاج تحت ذريعة واجب حماية السكان المدنيين، فيما هي تمتنع دوماً عن فرض منطقة حظر جوي فوق قطاع غزة لحماية المدنيين الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي. والنقمة على تلك السياسة التي تميز بين دولة ودولة وبين شعب وشعب، فالسوريون حرموا من واجب الحماية بوجه القمع الوحشي الذي مارسه نظام بشار الأسد بحقهم. قائمة ضحايا سياسة الكيل بمكيالين في العالم تطول، أما الحل فلا يتمثل في تعميم الإفلات من العقاب وفي التدخلات العسكرية غير الشرعية، أي التي تتم من دون تفويض أممي كما حصل في كوسوفو والعراق أمس وكما يحصل في أوكرانيا اليوم، بل في إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمعايير الدولية وفي بناء نظام دولي يعامل فيه الجميع على قاعدة المساواة. فهل هذا ممكن مع قوى دولية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا؟ قال المعلق سايمون تيسدال في مقال بصحيفة أوبزيرفر إن تغيير الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفه من السعودية وولي عهدها يمثل أهم التراجعات، ربما كان الرئيس المترنح يعتقد أنه يفعل هذا من أجل بلده، لكن الكثيرين في بلده سيشعرون بالفزع من عودة الرجل، وربما اعتقد بايدن الأسبوع الماضي أن ردة فعله وتراجعه ب 180 درجة ستعيد ضبط العلاقات الأمريكية السعودية وتخيف إيران وتحد من زيادة أسعار الوقود في أمريكا، وبعبارات أخرى فالسلام مع السعوديين سيخفف من فزع ارتفاع النفط. والسؤال بماذا يفكر بايدن؟ ربما لم يكن يفكر بوضوح، فعندما وصل شعبية الرئيس إلى 33% كما في الأسبوع الماضي، وعندما يقول معظم الديمقراطيين إنه كبير في السن ليترشح مرة ثانية، وعندما يدفع التضخم الناخبين الفزعين إلى أحضان المعارضة، فتفكيره يتعكر في العادة، ويعتبر بايدن نتاج عهد مضى وليس القرن الأمريكي الجديد بل والهشاشة الأمريكية. ففي العالم العربي عندما كان الرئيس الأمريكي يتصل بهم يقفزون لتلقي المكالمة، أما اليوم فيطلبون منه الانتظار ويتصلون بموسكو وبكين. والتفكير المتعكر ربما فسر الرحلة المتعثرة لبايدن في بيت لحم، وأخبر محمود عباس الذي لم يعد لديه ما يقدمه أن الدولة الفلسطينية هي فكرة عظيمة لم يحن وقتها رغم سنوات العذاب والدموع، وبدا عباس 87 عاما وبايدن 79 عاما وكأنهما مشاكسان، لكنك لا تستطيع هزيمة جوي في تعاطفه الأبوي، يعاني الشعب الفلسطيني الآن ونشعر به
معاناتكم وإحباطكم في الولايات المتحدة نشعر بها، هل هذا حقيقة؟ وقال بايدن إن على الفلسطينيين الانتظار حتى يحصلوا على أفق سياسي يرونه، فهل قصد الأرض المقدسة؟ لا، فقد أخذت منهم. وفي الطريق انتقد البريطانيين كهدف سهل لرجل في طريقه للسقوط. وبالنسبة لجوي فالطريق التي يضطهد فيها الإسرائيليون الفلسطينيين تشبه طريقة اضطهاد بريطانيا للكاثوليك في أيرلندا ومن ضمنهم عائلته ولأكثر من 4 قرون. قالت مجلة نيوز ويك إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتعرض للعزل من منصبه في حال خسر الديمقراطيون الأغلبية في الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وقالت نيوز ويك إذا فقد حزب بايدن السيطرة على المجلسين فقد ينتهي الأمر بعزله، على خلفية إشارة بعض الجمهوريين إلى أن غالبية أعضاء حزبهم سيتحركون في هذا الاتجاه. الديمقراطيون يواجهون خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي سيتنافس فيها السياسيون على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، وأشارت الصحيفة إلى أن إجراءات العزل تتطلب أصوات أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب وثلثي أصوات مجلس الشيوخ، وأضافت هذا لم يحدث قط، ومن المرجح أن يحصل الجمهوريون على مقاعد كافية في عام 2023. وقال جون أوينز الأستاذ الفخري في مركز دراسة الديمقراطية في جامعة ويستمنستر في المملكة المتحدة لمجلة نيوزويك إن الديمقراطيين لا يزالون قادرين على الاحتفاظ بمجلس النواب ومجلس الشيوخ في تشرين 2 نوفمبر. من جانبه رأى روبرت سينغ الأستاذ في قسم السياسة في بيركيبيك في جامعة لندن أنه إذا استعاد الجمهوريون مجلس النواب وليس مجلس الشيوخ وهو ما يظل محتملا فإن أي جهد للمساءلة قد ينتهي به الأمر وكأنه سجل نقاط سياسي. قال سينغ أصبحت إجراءات الإقالة على نحو متزايد نوعا من الروتينية في الديناميكيات الحزبية المفرطة في واشنطن بدلا من أنه كان حدثا نادرا للغاية ينطبق فقط على أكثر الأعمال فضاعة. نشرت صحيفة القدس العربي تقريراً تحت عنوان العراق أمام تحدي الحفاظ على النخيل تراثه وثروته الاقتصادية. على أطراف الصحراء وسط العراق تصطف آلاف النخلات الصغيرة على مد النظر لهدف بات ذا أهمية كبرى، الحفاظ على هذه الشجرة التي تعد رمزاً وطنياً وتطوير زراعتها التي تعود إلى قرون مضت وكانت في وقت من الأوقات مهددة. إن التحدي لا يزال كبيراً أمام العراق الذي كان يضم في الماضي 30 مليون نخلة وينتج أكثر من 600 نوع من التمر. شكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد لا سيما الحرب بين إيران والعراق والغزو الأمريكي التهديد الأبرز للنخيل، لكن التحديات البيئية والحاجة إلى إحداث نقلة نوعية بالقطاع تفرض نفسها اليوم. للكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع.
في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.